ثم أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، توقفنا معكم في الجمعة الماضية بعض الوقفات من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه جمع الناس على كلمة سواء، ثم وحد الصفوف، ثم أزال منهم الرواسب الجاهلية والنعارات والقبلية والعصبية إلى غير ذلك مما توقفنا عنده في الجمعة الماضية. ما أحوجنا أحبتي في الله أن نعود إلى أصل عزتنا، ألا وهو الوحدة في الله تبارك وتعالى، والتآلف والتآخي والتوادد فيما بيننا، لأن ذلك سبب النصر والتمكين كما أسلفنا. حينما تر الأمة كالجسد الواحد، خمتر الأمة متوحدة على قلب رجل واحد، تنتصر وتصل، تقوى غمن النفس بإذن ربها تبارك وتعالى، كما وصل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أقام للإسلام دولة وانتصر على أعداء الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن تترسخ فينا هذه الأواصر الأخوية، وهذه الأواصر التي تدل على المحبة فيما بيننا لله. نزجنا الأخوة لله تبارك وتعالى، لا أخوة مصالح، ولا أخوة منافع، ولا أخوة دنيا وما أكثرها اليوم. سورخجنا الأخوة لله سبحانه وتعالى، والسورخشخ الأخوان المصالح، والسورخشخ الأخوان المنافع، والسورخشخ الأخوان الدنيا. جنزارت جل كثير من الناس مونا لأجل الدنيا، نهار قضى الدنيا النجارة سنة مصفرق، لأنه مونا شال الله تبارك وتعالى. أما خمتير الأخوة لله فتدوم مهما صعبت الظروف، ومهما تعثر بهم الطريق تفتنمون مغا، لأن الأخوة سند المحبة سند تغت لله تبارك وتعالى، لا لأجل المصالح والمنافع، لا لأجل دنيا، لا لأجل التجارة، لا لأجل أخذ وعطاء، لا لأجل بيع وشراء، إنما تغى الأخوة من أصلها تغت لله تبارك وتعالى. لذلك نود الحديث الجمعة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. دقز أوثق عرى الإيمان، ويقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. دقز اللوازم من الإيمان، ما الإنسان غيحب لله عز وجل، أذ يبغض لله عز وجل، أذ يش لله عز وجل، أذ يمنع لله عز وجل، فقد استكمل الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في حديث آخر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أثارسنك تموني تحبك لله جل وعلا، ثمون ذكس لله تبارك وتعالى، لا لدنيا، لا لمنفع، بل يزدوان ازدقان المصالح لا حرج ولا بأس ولا ننكرها، ولكن سورخ الأصل أموني، الأصل المحبة، الأصل التآخي، الأصل التوادد، أذيري على عقيدة غراء، عقيدة صافية، العقيدة التوحيد كما أسلفنا أحبتي في الله. تذ المحبة جنهار مفقودة بين كثير من الناس، تجد المحبة الجناز خص في هذا الزمان ما تحقق. أتحقق الأمة الأهداف مسغزل بإذن الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله،
يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وافترق عليه، إنا يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. سنخل الأحاديث ربما تسلمت مرارا وتكرارا، ولكن هل من تأمل؟ هل من تمعن؟ الحق يعني نتدبر مثل هذه الأحاديث؟ مثلا يوم القيامة حينما تدنو الشمس من الرؤوس قد رميل، الناس يوم القيامة يغرقون في ذنوبهم، يغرقون في العرق على قدر ذنوبهم، فمنهم من يبلغه العرق إلى كعبيه، منهم من يبلغه العرق إلى ركبتيه، منهم من يبلغه العرق إلى حقويه، منهم من يلجمه العرق إلجاما. في هذه المشاهد، في ظل هذه المشاهد التي تخلع القلب، رب سبحانه وتعالى ينادي، ينادي منادي من قبل الله، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وافترق عليه، إن يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. أين المتحابين في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، أين المتحابين في جلالي؟ من جين توحبنا يويا لله، مونا لله، مسفرقا لله، الحياة نسن دائما تغت لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نحتاج أحبتي في الله، أتي للمحبة يا لله، لا لمصلحة، لا لمنفعة، لا لدنيا، لا لمتاع، إنما لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له، تعاوذ النبي عليه الصلاة والسلام خيجو ثارس، زار أخا له في قرية، يروح أسجن الكامبو، فأرسل الله جل وعلا على مدرجته ملكا، أبرد من سغيك السكز رب سبحانه وتعالى جن الملك في صورة آدمي، في صورة إنسان، اسم الدثارسة، فقال: إلى أين؟ من القار؟ فقال: أريد أخلي في هذه القرية، قاد الزخج ومقدر كامبويا شخص شجر. فقال هذا الملك: هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني تسد لأجل شن مصلحة جارج دكس، تسد لأجل شن منفعة، لأجل شن البذل، شن العطاء، شن البيع، شن الشراء؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله، وصير دغاس تحب يخلي الله، وصير دغزغ في سبيل الله تبارك وتعالى. فقال هذا الملك: فإني رسول الله إليك، أن الله يبشرك أنه يحبك كما أحببت هذا الرجل فيه. رب سبحانه وتعالى يتبشارش أنه يتحباش، ربي تبارك وتعالى مش تحب وماشى فيه، أي في الله تبارك وتعالى. يا للبشرى، يا للكرامة، مش غيحب ربي سبحانه وتعالى من يقيمنا، برستقسيخ كنه ما تحب ربي سبحانه وتعالى، لا شك مرة تحب ربي سبحانه وتعالى، ولكن السؤال: ما يتحبان خرب سبحانه وتعالى؟ يتحبان ذو السؤال غنطرح في خمخ زي أسباب المحبة أن رب سبحانه وتعالى للعبد، نها غنحب يويا لله، نها غنمون لله، نها غنقم لله، نها غنصور في جارانخ لله تبارك وتعالى. حينها يحب رب سبحانه وتعالى، وما يحبش ربي تبارك وتعالى قد فزت ورب الكعبة. فابحث، إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه. اتراغت جبريل قارس فران تحبه، فأحبه يا جبريل، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه من في السماء ويوضع له القبول في الأرض. من سميك رب سبحانه وتعالى يا عزم قصد ورنخ، من سميك محبوب يثنون عليه خيرا، بعكس رب سبحانه وتعالى إذا أبغض عبدا نادى: يا جبريل، إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه،
فتوضع له البغضاء في الأرض عياذا بالله تبارك وتعالى. من سميك ثورة باللعنت، من سميك يثنون عليه بالشر عياذا بالله تبارك وتعالى. فمن أسباب الموجبة لمحبة الله تبارك وتعالى لعباده يوم أن نتحاب في الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه أن أبا إدريس الخولاني دخل مسجد دمشق، المسجد الكبير في سوريا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كربته. قال: دخلت مسجد دمشق فإذا بشاب براق الثنايا قد اجتمع الناس من حوله، فإذا اختلفوا في أمر أسندوه إليه، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ ابن جبل. أبو إدريس تعود جنها إن شوف في المسجد الكبير مسجد دمشق، إن شوف في غديسي جن الشاب براق الثنايا، إن شمو نخسي ولا إنش مرا اختلف ديشان الأمر تسقسنت خميني جوابي في التثن يعني كسينس القول النس أقوى، فإذا اختلفوا في أمر أسندوه إليه. إتوري وذان مار منخسي جن العادة الضم قراني السقسة مين أنا ويلي خموني وذان؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل، صحابي جليل. معاذ بن جبل يجي الناس النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لا أحبك في الله، يقارست النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني لأحبك في الله، ورنش يا رسول الله بأبي أنت وأمي إني لأحبك في الله. معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام، أعلم الأمة بالحلال والحرام. إفاح أبو إدريس ذي زايج ذي الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم تورخ سيوذان وإزم غسيوض إنش الجخاف يشه إنش. فلما كان من الغد هجرته فوجدت أنه قد سبقني بالتهجير، هجرت وبكرت يعني إن شروح خجيش إن شو في خي زواري إن شو موفقه في خي تزجع إن سن غاس الجر غي كمر غاس رح يكمر. معاذ ابن جبل يقى أبو إدريس فذهبت إليه نشكي غاس جهت غنبو بالنس، فقلت له: أأنت معاذ؟ قال: نعم. قال: والله إني لأحبك في الله، تحبش لله يا معاذ؟ يقول أبو إدريس الخولاني: إنش فأخذ بحبوة ردائي، إنش من عيدم مزقارو إنش جار ريدغاس، فقال: الله. فقلت: الله. فقال معاذ: الله. فقلت: الله. فقال معاذ: الله، يعني المحبة يا لله يا أبا إدريس؟ يقرس أبو إدريس: الله، نعم يعني لله. فقال معاذ: فأبشر، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين فيه، والمتجالسين فيه، والمتباذلين فيه، والمتزاورين فيه. إن قصر غسنبي عليه الصلاة والسلام يقى فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وجبت محبتي، يعني المحبة رب سبحانه وتعالى توجب لمن؟ لا نجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، لا نجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه. وجبت محبتي أمي للمتحابين فيه، أي في الله، والمتجالسين فيه قمن لله، والمتزاورين في زانا يويا في الله، والمتباذلين فيه لله، إن وجبت لهم محبة الله تبارك وتعالى. مثل هذه الأحاديث وغيرها كثير أحبتي في الله، تغى الصحابة رضوان الله عليهم ممشننا من السوخ الاتباع، والأحاديث يجسدونها على أرض الواقع.
توجب مجرد كلمات الانسان الذي سرقتين يكسوى ورسا يفغساني غادي يذكر بس شكر شي التوت هذه يغفر لا لا دكت واقع عملي نسرى مش تغى عبد الرحمن بن عوف ديك سعد بن الربيع نسرى يعني الانصاري نجا ان يجون انت وغشا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه تو الاحاديث تجسد على ارض الواقع تو تطبق على ارض الواقع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا غادي يخد دم مسك وساش سرة ذي 700 دينار إن سق شوية معاذ بن جبل فقل له إن أمير المؤمنين يقول لك ضع هذه في بعض حاجتك إن سرحة ويستي معاذ بن جبل يقرش أمير المؤمنين أقش قضى زيس الغرض مش ضع هذه في بعض حاجتك وانشغل عنده ساعة فانظر ما هو صانع بها إجيخ نشري الدين نجنت ساعت غزامين غيك ستمنية ثنين سرة يروح الخادمة يستي معاذ بن جبل نسقنش أمير المؤمنين ضع هذه في بعض حاجتك فقال معاذ وصل الله عمر ورحمه فنادى على جارية إرغت خجن الجارية تخدن طمزيان فقال خذي هذه العشرة إلى فلان وهذه السبعة إلى فلان وهذه الخمسة إلى فلان ثم يقضي السرة نفاقت خيف مصر أمر يعقب يفا عمر رضي الله عنه سجز ديش تنغنت ليس 700 دينار إن استني تروح ويستي أبو عبيدة بن الجراح فقل له إن أمير المؤمنين يقول لك ضع هذه في بعض حاجتك وانشغل عنده ساعة فانظر ما هو صانع بها يروح غاسي ويست كذلك أبو عبيدة بن الجراح نسخي قرش أمير المؤمنين ضع هذه في بعض حاجتك فقال وصل الله عمر ورحمه فنادى على جارية هي رغت خجن الجارية سبحان الله الناس خذي هذه العشرة إلى فلان وهذه السبعة إلى فلان وهذه الخمسة إلى فلان ترم القيم باثنين دنانير سجتم غاها النس فقال التصدق علينا فوالله إننا لفقراء كشانخ وغان خشانش فقراء فلان علان يتحتيخ في النس ذي الأهل النس قيم اثنين دنانير ينضار سنت الزوجة النس يعقب الخادمة يعود سي عمر من يقال فتأثر عمر فقال إخوة بعضهم من بعض ينا ذي الإخوة إخوة إنما المؤمنون إخوة ذينا مون لله كشين لله من عن لله قيم لله إلى غير ذلك نهار الأخوة جارا تقرج نهار الأخوة ذين جارا غن المصالح الإنسان يتنافقش إلا ونياحم ربي سبحانه وتعالى تذي الإنسان أقتكيش نتسوريش أواني وعرانتش أقتيت مونكيش يخدمكيش نتيز نوزاش عياذا بالله تبارك وتعالى أقتكيش ما حد يفا هدو نهار يقضى هدو النت في إسماح يويا يا رجسو عرا إلى غير ذلك نازخ الأخوة لله مادام على الوطن طاس الأمة السم أن فايو مازال قدين خنشين نشيني جاك جن قد نهار ميمونني وظن نهار ميوان مونشا واني وظشا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم رب سبحانه وتعالى يحث الأمة فيقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها رب سبحانه وتعالى اسفكرا سميت أكبر العرب تنقنيويا وتتنيويا توان في شقاق في نزاع رب سبحانه وتعالى يوحد بفضل النبي صلى الله عليه وسلم تغاد سبب أنه يوحد بين الناس من أصقاع شتى من بلدان شتى من أبو ذر زي غفار سلمان زي فارس صهيب زي الروم حمزة زي قريش بلال زي الحبشة من بلدان شتى ولكن يوحد جارسا الإسلام كانوا على قلب رجل واحد كانوا أمة واحدة فانتصروا أحبتي في الله فلا بد زي تطهير القلوب تطهير المقاصد بين مكيش تموني خيقوا ما تموني هكيس لله نك لأجل مصلحة يعني الإنسان ذي راجع المقصد نس ذي راجع النيات نس بشري السمان السروسة إذا نس كذلك معاوية بن أبي سفيان يكش السرة لعائشة رضي الله عنها ليس 40,000 درهم فتصدقت بها عائشة كلها ديجن اليوم توتصائمة كشيت الأخوات النس ذي الإخوان وانت استحقن كشاس 40,000 درهم حينها أحبتي في الله حتى الناس الخادمة لو تركت درهما فاشترينا به لحما لتفطري عليه تريد جد غيج الدرهم يا عائشة
أم تخزش تويسو ما زيسك صدر مغاب. فقال لو ذكرتني لفعلت بعلك لي سكالي تيريكشي تو كافي الغير أحبتي في الله دقا قويه وينشاه يقصح يتحتاج إلى المجاهدة حقا يتحتاج إلى المثابرة يتحتاج شوية المصابرة لأن الفضل لدقا عظيم وجبويه قال أجري رب سبحانه وتعالى يوذن يتمونا لله يقسمش الفضل ضمقرة لأن المسألة تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى مثابرة. يقى أبو مالك الأشعري إنش كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله يا أيها الناس لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم إنش وكنا نسأله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا بشهداء يغبطهم النبيون والشهداء لمنزلتهم ومقعد لقربهم ومقعدهم من الله تبارك وتعالى. إن اشتغان غال النبي عليه الصلاة والسلام إن نزد القول رب سبحانه وتعالى من سورة المائدة يا أيها الناس لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم إن اشتغان تسقسان إن اشي صباشوات إن قادم نشان العباد يوم القيامة وجبود الأنبياء ولا الشهداء ولكن الأنبياء الشهداء أتمنى نمشانسي يغبطهم النبيون والشهداء. والوضع الفرق جل غبطة الحسد الحسد يعني الحسد ذو مش تزد النعمة النغاس أستكسش يشرب سبحانه وتعالى يشك وانت ذو الحسد. أما الغبطة يعني تمني من غاس غومش هذه غبطة تغبطه يغبطهم النبيون والشهداء مغى لأن غاس نجن المنزل لجن المقعد يودس غرب سبحانه وتعالى. يقى أبو مالك الأشعري وكان أعرابي في ناحية المسجد إن شخوذي نجن الأعرابي يايح يبد في ناحية المسجد إن شو مسرر هذا جثى على ركبتيه إن شو ضخفت فرمى بيديه فقال يا رسول الله صفهم لنا وصفان غدي وذانا من عناني وذانا جاي يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم عباد من قبائل شتى ومن بلدان شتى من شعوب القبائل ليس بينهم أرحام يتواصلون بها ولا دنيا يتبادلون بها إنما تحابوا بروح الله يجعل الله لهم منابر من لؤلؤ قدام الناس يخاف الناس ولا يخافون ويفزع الناس ولا يفزع. ينسينا عباد من بقاع شتى ولكن طوذي نبوشا فاميليا جارس نشامون نخشان التجارة جارس نشامون لا إنما تحابوا بروح الله حبنا يويامون لله تبارك وتعالى. إن الجزاء سنغاس المنابر من لؤلؤ يوم القيامة قدام الناس يعني خزان ديس نيوذا يوم الفزع الأكبر يفزع الناس ولا يفزع الخوف غير يوم القيامة ذير النثني في مأمن جزاء من الله تبارك وتعالى يوم أن تحابوا في الله تبارك وتعالى. فإلى متى أحبتي في الله إلى متى وهذا الشقاق إلى متى وهذا الخلاف إلى متى وهذا النزاع فيما بيننا إلى متى إجحس ونغنت إلى متى إجن يعزد يغذر ونغنت إلى متى إجن إترجع مسغمر مغيوضة أخصير حش إلى متى نشمت قويوية شفغ من دخجين الأعداء فاقنج الدول جعل هذه الحدود المصطنعة أدنان الشقاق فيما بيننا ذو الخلاف فيما بيننا. فهذه دعوة إلى التآلف دعوة إلى التوادد دعوة إلى التحابب دعوة إلى تصفية القلوب لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا أنم على قلب رجل واحد باش الأمة يتحقق الأهداف النص أتنتصع على أعداء الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا اللهم آلف بين قلوبنا.